بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. حديثنا الليلة إن شاء الله سيكون بعنوان السنة والشيعة بين التواصل والقطيعة، والمراد هو أن نتتبع بقدر ما يسمح المقام والوقت وجود هذين المنهجين في التراث الإسلامي، منهج بناء الأسوار بين المدارس الإسلامية وخصوصا بين السنة والشيعة، والقطيعة الكاملة بين الطائفتين، ومنهج التواصل وتبادل الأفكار، تبادل الأفكار والمعلومات، الإحساس بالهوية المشتركة والإحساس بالمصير المشترك. ثم نرى ماذا نحتاج اليوم من خلال هذه التجربة التاريخية. طبعا لأن أغلب الحضور يدرون عن السنة أكثر مما يدرون عن الشيعة وأنا كذلك، فسنعطي فكرة عامة عن أصول التشيع وعن سمات التشيع ومصادره قبل أن نخوض في مسألة التواصل والقطيعة والمذهب الشائع في هذا المجال. الحد الجامع بين كل الشيعة بمختلف ألوانهم المذهبية والفكرية والفقهية هو أولوية علي رضي الله عنه بالخلافة. يتفق كل الشيعة على هذا ويختلفون في كل ما عدا هذا. إذا أردنا باختصار أن نجمع في حد جامع مانع ما يجمع الشيعة، نقول هو أولوية علي رضي الله عنه بالخلافة. أما ما كل ما سوى ذلك من حيث الموقف من الصحابة الآخرين، ومن حيث كون الإمامة والخلافة ذاتها جزء من العقيدة أم لا، ومن حيث تسلسل الأئمة وهل هم 5 أو 7 أو 12 أو غير ذلك، كل هذه فيها خلاف داخل المدارس الفكرية الشيعية. مما يجمع الشيعة أيضا بشكل عام اعتبار أهل البيت مرجعية شرعية، اعتبار أهل البيت وخصوصا الأئمة منهم مرجعية شرعية في أقوالهم وأفعالهم. ولذلك فإن تعريف السنة عند أهل السنة أضيق من تعريفها عند الشيعة. عند أهل السنة الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، أما عند الشيعة فهي قول المعصوم بإطلاق، قول المعصوم بإطلاق. ويدخل في قول المعصوم طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الأئمة، سواء كان الأئمة 12 في 12 أو الأئمة 7 في الإسماعيلية أو الأئمة 5 في الزيدية. كلام الأئمة هو جزء من التشريع عند الشيعة. فهذا هو السمة الثانية التي تجمع الشيعة عموما، ليست مثل الإجماع الكامل الشامل حول أولوية علي رضي الله عنه بالإمامة، ولكن عموم الشيعة يؤمنون بهذا وبأن أهل البيت مرجعية شرعية. مما يجمع الشيعة أيضا التعلق العاطفي العميق بأهل البيت والتبرك بآثارهم، وبمستوى من التبرك يراه كثير من أهل السنة أحيانا غلوا. وإن كانت مسألة التبرك طبعا هي مسألة من الخلافيات الفقهية حتى داخل المذاهب السنية، فالتعلق العاطفي العميق بأهل البيت والتبرك بآثارهم وبناء المشاهد على مواقع موتهم أو المراقد كما يقال في الاصطلاح الشيعي، حتى في الأماكن التي من المعروف تاريخيا أنهم لم يأتوها أصلا، مثل القبر الجميل الموجود، الضريح الجميل الموجود في مزار الشريف في أفغانستان اليوم، وهي المعروف تاريخيا ببلخ، وأن علي رضي الله عنه أن رجلا من الأولياء رآه في المنام حمل على ناقة بيضاء من الكوفة، جثمانه حمل على ناقة بيضاء من الكوفة إلى أفغانستان ودفن هناك، فأصبح مشهدا. يعني بأقل وسيعة وذريعة يجد الشيعة طريقا لبناء مشهد
لذكرى أهل البيت فهم يجهدون في ذلك. من سمات التشيع أيضا الإحساس الكثيف بالظلم السياسي ضد أهل البيت، بحيث أن ثقافة الحزن لا يمكن فهم ثقافة الشيعية بدون فهم عنصر الحزن والإحساس العميق والكثيف بالحزن وتأبيد الحزن حتى. يعني هنالك مؤسسات دورها الاجتماعي والثقافي إلى حد كبير هو تأبيد هذا الحزن، تأبيد حالة العزاء. وهذه أمر طبعا اختلف علماء الاجتماع في تفسيره من ناحية تاريخية، منهم من يقول خصوصا في الفرس يقول الثقافة الفارسية بطبيعتها فيها تشاؤم كذا، ومنهم من يؤثر هذا إلى تأثير عناصر ثقافية سابقة على الإسلام، ومنهم من يراه عكسا موضوعيا لواقع هنالك فظائع ارتكبت ضد آل البيت ليس في ذلك شك، وأفظعها ما وقع في كربلاء حينما قتل الحسين رضي الله عنه مع 70 من أهل بيته أغلبهم فتيان صغار في مذبحة طبعا هزت الضمير المسلم في كل مكان. لكن ما ميز الشيعة عن السنة في هذا هو تأبيد حالة الحزن. هذا الضمير السني يحس بالحزن ولكنه يحاول أن يتغلب على الحزن وأن يتناسى، مثل البشر كلهم يحاولون أن ينسوا الذاكرة المريرة. لكن الشيعة التشيع تحول إلى بنى مؤسسات لتأبيد حالة الحزن على أهل البيت. ثم مما يجمع التشيع عموما وتختلف المدارس الشيعية وظلالها في هذا هو اتهام الصحابة أو أغلب الصحابة رضي الله عنهم بالخروج عن الوصية النبوية لعلي رضي الله عنه. من الشيعة من يشتد على الصحابة في هذا، ومنهم من يخفف، من يجد مخرجا فيخرج بطريقة دبلوماسية لبقة مثل الزيدية اللي يقولون نعم طبعا علي رضي الله عنه أفضل، ولكن إمامة المفضول مع وجود الفاضل ممكنة، فكان ذلك تخلصا حسنا من الإشكال في المذهب الزيدي. ومنهم طبعا من لا يبحث عن تخلص لبق في الموضوع. هذه الأمور الخمسة تعتبر من الجوامع في المذهب الشيعي: أولوية علي رضي الله عنه بالخلافة، واعتبار أهل البيت مرجعية شرعية، والتعلق العاطفي العميق بأهل البيت والتبرك بآثارهم، والإحساس الكثيف بالظلم السياسي ضد أهل البيت، واتهام الصحابة رضي الله عنهم بالخروج عن الوصية النبوية لعلي رضي الله عنه. تنقسم الشيعة إجمالا إذا تجاهلنا الطوائف البائدة، يعني هنالك طوائف منقرضة تسمى الطوائف المنقرضة لم تعد موجودة وهي كثيرة جدا. إذا تأملنا كتاب الفرق بين الفرق أو الملل والنحل أو غير ذلك من الكتب تجد أسماء لا نهاية لها لطوائف الشيعة، وحتى الكتب التي كتبها الشيعة مثل النوبختي تسمي طوائف كثيرة لم يعد لها وجود. إنما إذا نظرنا إلى التشيع الذي امتد في التاريخ والذي لا يزال له وجود اليوم، يمكن أن نقول إن الشيعة تنقسم إلى ثلاث طوائف رئيسية: الشيعة الخمسية والشيعة السبعية والشيعة الاثنى عشرية، أو إذا تحدثنا باصطلاح أوضح الشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية والشيعة الاثنى عشرية. أما الشيعة الزيدية وتدعى خمسية لأن عدد الأئمة فيها خمسة فقط. عفوا دكتور، بس لتأكيد الاصطلاح نعم سنأتي لهذا. نعم الشيعة الزيدية تدعى خمسية أحيانا خصوصا في الكتابات الأجنبية لأنها تؤمن بأن الأئمة خمسة آخرهم زيد بن علي، هم أقرب الشيعة إلى أهل السنة فكرا وفقها. الإمامة عندهم شأن سياسي إلى حد كبير وليست شأن اعتقاديا، ولذلك قالوا لا بأس إمامة المفضول مع وجود الفاضل ممكنة. فليست الإمامة في المذهب الزيدي ركنا من أركان العقيدة. يشتركون مع أهل السنة في جل المصادر التشريعية، يعني علماء الزيدي يستعملون صحيح البخاري وصحيح مسلم، فأغلب مصادرهم في السنن هي كتب أهل السنة، ممكن يزيدون على ذلك بكتاب واحد وهو مسند الإمام زيد، لكن أغلب ما تجد من المصادر التي يستندون عليها هي مصادر سنية. الشوكاني مثلا والصنعاني هؤلاء يعتبرون من علماء الحديث عند أهل السنة وعند الزيدية،
ولا يميزون بين هؤلاء وأولئك في مصادر التشريع. يميل الزيدية كما يميل أغلب الشيعة إلى الاعتزال في المعتقد، خصوصا في مسألة الصفات. وبالطبع المعتزلة لهم تأثير عميق على التشيع في مجال الصفات وبعض تفصيلات العقيدة. أما الطائفة الثانية وهي الإسماعيلية فتسمى أيضا السبعية، لأن الأئمة عندهم سبعة فقط ينتهون بإسماعيل بن جعفر الصادق. وهنا يتفرع عنهم الشيعة الاثنى عشرية الذين يؤمنون بأن الإمامة ليست عند إسماعيل وإنما عند موسى، ولذلك الاثنى عشرية أحيانا تدعى الموسوية أيضا في بعض كتب التاريخ. الشيعة الإسماعيلية الأئمة عندهم سبعة ليسوا خمسة ولا 12. أصول الدين عندهم هي الوحدانية والنبوة والإيمان بالقرآن الكريم، لكنهم يتبنون نهجا تأويليا مغرقا في التأويل في فهم القرآن الكريم. منهجهم يتأسس على أن لكل ظاهر باطنا، وأن كل القرآن بل كل تشريعات الإسلام ينبغي فهمها فهما باطنيا وتفسيرها تفسيرا إشاريا. وهذا ما جعل خصومهم يصفونهم بالباطنية. لما كتب الغزالي فضائح الباطنية كان يقصد الشيعة الإسماعيلية، لم يكن يقصد الشيعة الاثنى عشرية أو الزيدية، إنما كان يقصد بالضبط الشيعة الإسماعيلية، كتاب فضائح الباطنية. الشيعة الإسماعيلية لعبوا دورا سياسيا مؤثرا في التاريخ الإسلامي أكثر من أي طائفة شيعية أخرى، وبنوا دولا وكان لهم حضور سياسي كثيف في التاريخ الإسلامي. بل إن المستشرق الفرنسي لوي ماسينيو يسمي القرن العاشر الميلادي بالقرن الإسماعيلي، لأن الشيعة الإسماعيلية غطوا فيه العالم الإسلامي تقريبا، يعني كانوا يملكون النصف الغربي من العالم الإسلامي من خلال الدولة الفاطمية في مصر ونفوذها في الشام وفي شمال إفريقيا، وكان لهم نفوذ كبير في العراق، يكادون يملكون العراق، وكان لهم وكانت طائفة القرامطة وهي فرع من فروع الإسماعيلية تكاد تسيطر على الجزيرة العربية كلها من خلال دولتهم في البحرين، ولا تزال بقاياهم في الأحساء اليوم في السعودية وفي نجران. أما اليوم فإن الشيعة الإسماعيلية تقريبا بادوا ولم يعد لهم وجود باستثناء قلة قليلة في الهند واليمن وسوريا والسعودية وهي بعض دول شرق إفريقيا مثل كينيا وتنزانيا. الشيعة الإمامية الإثنى عشرية إثنى عشرية في نظرية الإمامة، فالأئمة عندهم إثنى عشر يبدأون بعلي رضي الله عنه وينتهون بمحمد المهدي، وهو الإمام المنتظر الذي يؤمنون بعودته في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا كما ملئت شورا. وتنقسم الشيعة الإمامية تاريخيا إلى أصولية وإخبارية وشيخية. أما الأصولية فهي مدرسة عقلانية تتخفف من الآثار كثيرا وتعتمد على القرآن الكريم والعقل كثيرا، وهذه هي المدرسة التي تسيطر اليوم في الشيعة الإمامية. وأما المدرسة الإخبارية فهي مدرسة آثارية إلى حد ما، تعتمد على المرويات والأخبار، لا تستعمل القرآن كثيرا لأنها ترى أن الأئمة وحدهم هم من يفهمون القرآن الكريم، كأنها متأثرة بالإسماعيلية في هذا المنح الباطني في تفسير الآيات. وهي إلى حد ما تمتاز بالإيمان بأمور تفصيلية يراها الشيعة الآخرون خرافات وليست عقلانية بشكل كافي. وقد انحسم الصراع لصالح الأصولية في القرنين الأخيرين، صالح المدرسة الأصولية على حساب المدرسة الإخبارية. وأما الشيخية فهي مدرسة حديثة إلى حد كبير، يعني نسبيا تقريبا بدأت في القرن التاسع عشر على يد أحد شيوخ الإحساء، ووجودها ليس كثيفا. أصول الدين عند الشيعة الإمامية هي التوحيد والعدل والنبوة والمعاد. طبعا هذه الأصول الأربعة واضح فيها تأثير المعتزلة، لأنها تقريبا هي أصول المعتزلة. ثم يزيد الإماميون عليها الإمامة، أصل من أصول العقيدة، والتقية ليست عقيدة ولكنها يعني مبدأ
مقبول، مبدأ عملي مقبول، والغيبة أي أن الإمام المهدي غائب وأنه سيعود في آخر الزمان. ولذلك بسبب عقيدة الغيبة كانت الشيعة الإمامية سلبية جدا في التاريخ الإسلامي من الناحية السياسية، سادت السلبية السياسية في تاريخ الشيعة الإمامية إلى حد كبير مع استثناءات قليلة جدا. السبب في ذلك هو أن النظرية السائدة كانت هي أنه لن يكون هنالك دولة عدل حتى رجوع الإمام، وأن شأن الدولة والشأن العام عموما ينبغي أن يترك حتى يرجع الإمام المنتظر. ولذلك يعتبر الخميني ثوريا مجددا حقيقة، لأنه خلص الشيعة الإمامية من هذا الموقف السلبي. وأذكر في أحد كتبه التي كنت أقرأها يقول: نحن انتظرنا الإمام حوالي 1000 عام، فهل ينبغي أن ننتظر 1000 عام أخرى؟ لا يجوز هذا، المؤمن لا بد أن ينجز شيئا في حياته. ولذلك جاء بنظرية ولاية الفقيه، وهي أن العالم المجتهد الحي اليوم هو نائب للإمام، وبالتالي إلى حد كبير وجد طريقة للتخلص من فلسفة الانتظار والقعود، وصيغة عملية لتحريك الشيعة سياسيا. لذلك هذه الفورة السياسية التي نعيشها اليوم في الثقافة الشيعية، والتي كتب عنها ولي نصر كتابه الطريف صحوة الشيعة للشيعة ريفايفل، حقيقة هي يرجع الفضل فيها إلى هذه النظرية الثورية التي صاغها الخميني، والتي نقلت الشيعة من الانتظار إلى الفعل. فروع الدين عند الشيعة الإمامية هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهي أركان الإسلام الخمسة، لكنهم يزيدون عليها الخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري، بمعنى الولاء والبراء باللغة السلفية عند الشيعة التولي والتبري، يعني تولي الصالحين والتبري من الظالمين. يختلف الشيعة الإماميون عن أهل السنة في مصادر الحديث والفقه مع تقارب كبير في المضمون، لكن من حيث المصدرية هنالك فرق كبير. مثلا هم لا يعترفون بالكتب الستة التي يعتمد عليها، أو الكتب التسعة التي يعتمد عليها للسنة في الحديث النبوي، وإنما لهم كتبهم الأربعة المشهورة، وهي كتاب الكافي للكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار للطوسي، وكتاب تهذيب الأحكام للطوسي أيضا. هذه هي أمهات كتب السنة عند الشيعة الإمامية. بعضها ضخم، كتاب الكافي يحتوي على 16,000 حديث، لكن هذه لا تعتبر صحاحا، وبعض أهل السنة يخطئ، يرجع إلى هذه المراجع فيأخذ منها نص ويدين به الشيعة، ولا يعرفون أن القلة من هذه الحديث تعتبر صحيحة عند الشيعة أصلا. وبالتالي ليس كل ما في هذه الكتب يعتبر جزءا من عقيدة أو فقه الشيعة. مثلا يمكن أن تحاكم أهل السنة بكل ما في البخاري أو كل ما في مسلم عموما، لأن أهل السنة يعتبرون أن كل ما فيهما صحيح. أما الاستبصار مثلا، أما الكافي مثلا، يحتوي على 16,000 حديث، منها 5,072 حديث فقط يعتبرها الشيعة حديث صحيح. فكتاب من لا يحضره الفقيه أيضا لابن بابوي فيه حوالي 6,000 حديث، منها فقط 400 حديث متصلة السند، ما سوى ذلك كله مرسلات ومنقطعات، فليس صحيحا بمعايير قبول الحديث لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة. فالفكرة المقصودة أن الشيعة الإمامية يختلفون عن أهل السنة في المصادر، لكن لا ينبغي أن نأخذ هذا على أنها مفارقة في التشريع أو في الأخلاق الإسلامية أو في المضامين الإسلامية. الحقيقة أن أغلب الأحاديث الموجودة عند أهل السنة موجودة عند الشيعة، لكن بأسانيد أخرى، وكثير منها، كثير مما نعتبره نحن أهل السنة حديثا نبويا تجده في كتب حديث الشيعة مرويات عن الأئمة. مثلا الحديث يكون في البخاري حديث نبوي، ممكن تجده في الكافي عن الإمام
الصادق عليه السلام أنه قال، فالكلام منسوب للإمام الصادق وليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف في الأسانيد أكثر منه في المتون. أما في المتون فهنالك شبه كبير جدا بين الأحاديث في كتب السنة وكتب الشيعة، ولهذا السبب ظل نمط العبادات متقاربا جدا وظل الفقه متقاربا جدا، إلى حد أن الدكتور وهبة السحيلي وهو من أكبر علماء الفقه المقارن في عصرنا وهو صاحب الموسوعة الكبيرة الفقه الإسلامي وأدلته، يقول إنه تتبع جميع فروع الفقه عند أهل السنة مسألة مسألة ولم يجد فيها من المسائل، تتبع جميع فروع الفقه الجعفري عند الإمامية مسألة مسألة لم يجد فيها مسألة إلا وهي موجودة قال بها بعض علماء أهل السنة في الفقه باستثناء 20 مسألة. هذا من حوالي كم آلاف، عشرات الآلاف من المسائل. ولذلك قال لي أيضا دكتور عبد الكريم زيدان وهو من كبار علماء الفقه المقارن مرة، قال لي أن الفقه الزيدي يكاد يكون فقها مالكيا، يعني هنالك شبه كبير بين الفقه المالكي والفقه الزيدي، وهنالك شبه كبير بين الفقه الجعفري والفقه الحنفي، وربما للجغرافيا في ذلك دور تاريخيا. هنالك طائفة أخرى من طوائف الشيعة وهي الشيعة العلوية، وهم العلويون الموجودون في سوريا. هؤلاء جعفريون في الفقه باطنيون في المعتقد، يعني إذا قلت إنهم إسماعيلية في العقيدة فهذا صحيح، وإذا قلت إنهم إمامية في الفقه فهذا صحيح. ولكن الحقيقة أنهم كانوا معزولين، عاشوا معزولين في جبالهم فترة طويلة، وسادت بينهم أفكار غالية إلى حد ما، ولكن حقيقة منذ القرن 19 يشهدون تطورا عميقا جدا وتحولا كبيرا تجاه الإمامية وتجاه السنة. مثلا هؤلاء العلويون في سوريا المعروفون تاريخيا بالنصيريين لم يكونوا يقيمون أي من أركان الإسلام، لكنهم من القرن 20 بدأوا يبنون المساجد وبدأوا يقيمون شعائر الإسلام، وخصوصا منذ أن حكموا سوريا تحول وقع فيهم تحول فكري كبير جدا، ربما الشرعية السياسية والبحث عن الشرعية السياسية له دور في ذلك. ولذلك أنا أقول أن من جوانب من آثار حكم العلويين لسوريا أنهم سيتحولون إلى سنة في النهاية. هذا على المدى البعيد قطعا هو الذي سيحدث، لأنه بالفعل حدث، بدأ يحدث اليوم. فلا فرق بين علويين وسنيين اليوم في سوريا في المساجد مثلا وفي الشعائر وفي غير ذلك، رغم أن الفقه الجعفري أثر فيهم تأثيرا كبيرا. وللمستشرق الأمريكي مارتن كرامر دراسة لطيفة عن كيف فقد أهل السنة العلويين وكسبهم الإمامية في القرن 20، لأن العلويين لما جاء الاستعمار الفرنسي إلى سوريا في بداية القرن 20 حاول الفرنسيون إرضاء الطوائف من خلال إقامة حكم ذاتي ومحاكم خاصة لكل طائفة، ثم قالوا للعلويين أنتم أي فقه تريدون أن تتبنوه؟ ما كان عندهم فقه أصلا، ما كانوا مهتمين بالدين أصلا. فاختلف العلويون نتبنى الفقه الحنفي أو نتبنى الفقه الجعفري، كانوا مستعدين للحلين يعني. وبدأت اتصالات بينهم وبين الأزهر، وأرسلوا بعوث للأزهر، وبدأت اتصالات بينهم وبين النجف مع علماء الشيعة، ويبدو أنهم لم يجدوا استجابة من طرف علماء الأزهر، فوجدوا من يكسبهم أكثر من علماء الجعفرية، فتبنوا الفقه الجعفري. فقط من ثلاثينيات القرن العشرين تبنوا الفقه الجعفري في محاكمهم، ولذلك الآن بدأ يوجد فيهم إمامية في سوريا، بدأ يوجد العلويون الذين تحولوا إمامية، ويوجد أيضا كثيرون منهم تحولوا السنة وغير المتدينين. فهذه الطوائف الرئيسية للشيعة الطوائف الثلاثة. طبعا الشيعة العلوية هم حقيقة ليسوا طائفة مستقلة، وإنما يمكن اعتبارهم اليوم نصف سنة ونصف إمامية إلى حد كبير. يعني هذه خلاصة عامة عن طوائف الشيعة. والآن ننظر إلى مسألة التواصل والقطيعة. طبعا هنالك فترات في التاريخ الإسلامي، فترات الازدهار
عموما في تاريخ الأمم تسود فيها الثقة بالنفس والثقة بالغير والانفتاح على ثقافة الغير، سواء كان من أهل الملة أو من خارج أهل الملة. من طبيعة الشعوب في عصور الازدهار أنها تنفتح، يسود فيها الفضول العلمي والتعطش للمعرفة وحب الاستطلاع والتسامح مع الآخرين، لأن الثقة بالنفس تمنح التسامح. ضعف الثقة في النفس يؤدي إلى التعصب. وللفيلسوف الفرنسي كلود ليف ستراوس نظرية جميلة في تاريخ الثقافة، فهو يقول إن الإبداع لا يكون إلا على الحدود بين ثقافتين، يعني أن الثقافة الإبداعية عموما هي ثقافة تركيبية. أنت لا يمكن أن تبني ثقافة بناء على ثقافتك الموروثة فقط، تحتاج إلى محافظة على ذاتك، لكنك تحتاج إلى إثراء ذاتك. وإذا طبقنا هذا على جوانب التاريخ الإسلامي، نقول إن عصور الازدهار في التاريخ الإسلامي كانت دائما عصور تمازج وتواصل بين السنة والشيعة وبين الطوائف كلها، حتى غير المسلمين في المجتمع الإسلامي كان هنالك تمازج وتواصل. ولذلك تجد في مساجد السنة الشيعة يدرسون، وفي مساجد الشيعة السنة يدرسون، وتجد عالم يتنازع عليه السنة والشيعة، كلهم يدعيه لنفسه مثلا، وخلفاء يتنازع عليهم السنة والشيعة، كلهم يدعيه لنفسه، لأنه ما كانت فيه هذه الحدود الفاصلة. مثلا الناصر وهو الخليفة العباسي يترجم له الشيعة على أنه خليفة شيعي، يذكره محسن الأمين في موسوعته أعيان الشيعة ويثني عليه كثيرا، وحتى يورد أبياتا أوردها كثير من المؤرخين، أبيات أرسلها الناصر إلى أحد الأيوبيين، واحد من أولاد صلاح الدين الأيوبي كان أيضا متشيعا، وكان يشكو إلى الناصر من أخويه، ويرسل إليه الناصر أبياتا يشجعه فيها، وابشر فناصرك الإمام الناصر، ويقول في نهايتها. الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك يعتبر عالما من أعلام أهل السنة في الحديث، مع ذلك الشيعة يعتبرونه من أكبر علماء الحديث في الشيعة، بل يفخرون بأنهم هم من أسسوا علم الحديث. لماذا؟ لأن أول كتاب في مصطلح الحديث هو كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري. فبعض مؤرخي الشيعة المعاصرين يفخر يقول نحن أسسنا علم الحديث قبل أهل السنة لأن الحاكم النيسابوري واحد منا. طبعا الحاكم هو ليس شيعيا بالمعنى الذي يفهمه الناس اليوم، ولكنه ليس أيضا سلفيا سنيا بالمعنى الذي يفهمه اليوم. هو كان من علماء السنة الذين لديهم آراء حول قضية الخلافة، وكان يرى أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر ومن عمر، ومثل بعض من علماء أهل السنة، يعني لم يكن الأمر يصاغ بلغة اعتقادية حدية، كان عالما فيه ازدهار فكري، كان عالما لا يزال فيه انفتاح. ففي التاريخ الإسلامي إذا سادت كانت هنالك المدرستان، ونجد أن مدرسة التواصل تسود في عصور الازدهار، وأن مدرسة القطيعة تسود في أوقات الأزمات وفي عصور الانحطاط. مع ذلك حتى إذا درسنا الخريطة السنية نجد أن بعض المدارس السنية تاريخيا أكثر انفتاحا على الشيعة، وبعض المدارس الشيعية أيضا أكثر انفتاحا على السنة من غيرها، وتوجد مدارس صلبة في موقفها لا تقبل الحلول الوسط. وبالطبع من أشد المدارس قطيعة مع الشيعة في تاريخ أهل السنة هي المدرسة الحنبلية، وأنا أعتقد أن جذور هذا لا ترجع إلى التشيع بل ترجع إلى الاعتزال، لأن محنة الإمام أحمد مع المعتزلة ثم تبنى الشيعة بعد ذلك أهم مبادئ المعتزلة في العقيدة. فالمسألة جذورها أبعد من التشيع، لأنه في عصر الإمام أحمد ما كان فيه شيعة بالمعنى الكلمة بمعنى الاعتقاد حقيقة، وإنما كانت مجرد مذهب سياسي. التشيع الحقيقي بدأ في القرن الخامس الهجري مع كتابة هذه الكتب الأمهات، كتاب الكليني، كتاب الكافي. والكليني توفي عام 329 هجرية، وكتاب ابن باب بويه من لا يحضره الفقيه، وابن باب بويه توفي عام 381، والطوسي توفي عام 460 هجرية. التشيع
المذهبي العقدي مدرسة مستقلة في الفقه وفي العقيدة، هذا حقيقة لم يكن موجودا قبل القرن الرابع والخامس، لأن الأصول التي بني عليها لم تكن موجودة أصلا. ولذلك كان هناك اختلاط كثير في الأفكار، كان هناك آراء سياسية طبعا في قضية الخلافة وغيرها، ولكن لم تكن آراء عقدية فقهية متميزة تماما عن أهل السنة. محنة الإمام أحمد رحمه الله مع المعتزلة أعتقد أنها ورثها الحنابلة مع الشيعة بسبب اعتزال الشيعة في قضايا الصفات وغيرها. ثم إن الحنابلة، وهناك دراسات معاصرة طريفة عن الموضوع، مثل دراسة البابطين من السعودية، عنوان دراسة لطيفة عنوانها ميراث الأزمنة الصعبة أيام الحنابلة في بغداد. وهناك أيضا دراسة جميلة لباحث جزائري الدكتور علال عنوانها تاريخ التعصب أو التعصب في التاريخ الإسلامي. وأخيرا دراسة المستشرق الأمريكي كوك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي دراسة لتاريخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التاريخ الإسلامي. الحنابلة عموما يميلون إلى أخذ السلطة، ما يسمونه الأمريكيين taking the law by hand، يعني أخذ القانون باليد حرفيا. معناها في التاريخ الإسلامي خصوصا في بغداد حسب ما يظهر من هذه الدراسات أنه كانوا حركيين بتعبيرنا المعاصر، فلم يكونوا ينتظرون السلطة في تغيير المنكر الذي تقوم به طوائف أخرى أو ما يعتبرونه منكرا عند الطوائف الأخرى، وإنما كانوا يتصرفون بالفعل. وهذا التصرف بالفعل من وراء السلطة أدى إلى صدامات دائمة بين الحنابلة والشيعة في بغداد طيلة القرن الرابع والخامس الهجري وحتى السادس، ويوميات الصراع بين الطائفتين خصوصا في أيام المناسبات الشيعية مثل عاشوراء وغيرها، تجدها زخرت بها الكتب التاريخ مثل الكامل لابن الأثير ومثل البداية والنهاية لابن كثير وغيرها والمنتظم لابن الجوزي، يصفوها بشكل دائم يعني. وفتنة قامت، فتنة بين الحنابلة والشيعة، وقامت فتنة بين الحنابلة والشيعة، وقامت يعني هذا يتكرر تقريبا كل سنة يتكرر. أنا أعتقد أن أزمتنا سبب سيادة القطيعة اليوم هو أن أهل السنة سادت عندهم الرؤية الحنبلية للشيعة، وأن الإمامية تبنوا المذهب الإسماعيلي في السياسة، فهنالك تحول في المدرستين، تحول سياسي لدى الشيعة وتحول فكري لدى أهل السنة. الحنابلة كانوا عنصرا ولم يكونوا أكبر المدارس الفقهية أو الفكرية عند أهل السنة، بل كانوا دائما من حيث العدد مدرسة صغيرة العدد، لم تتبناها دولة كبيرة ولم تسد في مناطق شاسعة، وإنما استقروا شوي في بغداد القرن الرابع والخامس، وبعدين نزح المذهب الحنبلي إلى سوريا إلى الشام، فتجد ظهر هناك ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ثم بعد ذلك نزح في العصر الحديث فانتقلت ثقله إلى الجزيرة العربية مع مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذه المدرسة التي كانت أقلية داخل أهل السنة هي اليوم أكثرية بفكرها، يعني المقولات الحنبلية أصبحت هي السنة اليوم ولو كانت مجرد أقلية داخل أهل السنة، وذلك انجر على رؤية أهل السنة للشيعة اليوم في أبشع صورة ممكن أن يروهم فيها. أما الشيعة فالتحول لديهم تحول سياسي. الشيعة الإمامية الذين كانوا سلبيين سياسيا تاريخيا إلى حد ما تحولوا إلى شيعة إسماعيلية من ناحية سياسية، لأنه تاريخيا الشيعة الإسماعيلية كانوا هم النشطون سياسيا، كانوا هم النشطين سياسيا، وهم الذين بنوا دولا، وهم الذين ثاروا ضد الخلافة السنية، وهم الذين أسسوا دولة الفاطمية، وأسسوا يعني كانوا حركيين سياسيا الشيعة الإسماعيلية. فكأن الخميني بنظرية الفقيه حول الإمامية إلى إسماعيلية سياسيا، وكأن المدرسة السلفية الحنبلية المعاصرة أيضا عممت نظرتها للشيعة فتحولت نظرة جميع أهل السنة، فاصطدمت هذه النظرة الفكرية المتشددة عند أهل السنة في العصر الحديث
مع النظرة مع الحركية السياسية الجديدة عند الشيعة الإمامية فجاءت هذا المخاض الذي العسير الذي نعيشه اليوم في الجانبين. عموما إذا أردنا أن نتلمس سمات مدرسة التواصل ومدرسة قطيعة في الثقافة السنية، نقول إن مدرسة التواصل تمتاز بميزات أهمها أولا الحذر الشديد من التكفير ومن تمزيق الصف. المدرسة مدرسة التواصل عند أهل السنة، المدرسة التي تؤمن باحتواء كل الطوائف الإسلامية تحت المظلة الإسلامية الجامعة، هي دائما حريصة على عدم التكفير وحريصة على الوحدة. وهذه المدرسة كان يمثلها تاريخيا الأشاعرة إلى حد كبير، ولذلك كان من مبادئهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بتأويل ما دام يوجد أي مخرج لحمل فعل هذا الإنسان وقوله أو اعتقاده على أنه مسلم، فينبغي حمله على ذلك. والخطأ في إدخاله في الإسلام خير من الخطأ في إخراجه من الإسلام. أيضا كانت هذه المدرسة لأنها مدرسة تركيبية، الأشعرية بطبيعتها مدرسة تركيبية لأنها مزيج من عناصر معتزلية وأثرية وفلسفية وصوفية وغير ذلك، هي مدرسة تركيبية. لأنها مدرسة تركيبية فإنها أيضا تلاحظ الظلال المختلفة داخل الطائفة الأخرى داخل الشيعة، ولذلك حتى علماء الأشاعرة الذين ردوا على الشيعة وجردوا أقلامهم في الرد عليه لا يعممون التعميم الذي نجده اليوم. مثلا الغزالي مرة أخرى في فضائح الباطنية لا يعمم التعميم الذي نجده اليوم، هو يركز على الإسماعيلية. أولا هو لا يهاجم الإمامية وإنما الإسماعيلية. ثانيا حتى الإسماعيلية يأخذ مقولاتهم بطريقة علمية فيقول ويفصل، يقول مثلا لو أن هل من يتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة كافر أم لا، فيقول مثلا إذا كان اتهامه مبني على تكذيب للقرآن قصد تكذيب القرآن فهو كافر، إذا لم يقصد تكذيب القرآن وإنما هو جهل أو تأول أو يظن أن آيات البراءة لم تنزل في عائشة فهذا أمر آخر، هذا طبعا ليس كافر هذا جاهل. فيفصل التفصيل الدقيق لم نعد نجده اليوم في الأدبيات الشائعة. حتى يقول حتى من يؤمن أنه لم يوجد في التاريخ شخص اسمه أبو بكر ولا عمر هذا ليس كافر، هذا ليست مسألة كفر أو إيمان. من سب أبو بكر رضي الله عنه وعمر واتهما بأمور قبيحة والعياذ بالله، يقول الغزالي يقول الناس أخطأوا في صفات الله عز وجل وليسوا كفارا، فكيف بمن أخطأ في صفات أبو بكر وعمر؟ فالمسألة يعني هنالك نوع من الإحساس بالظلال، يعني القدرة التحليلية على الإمساك بالتفاصيل والحكم على التفاصيل وعدم الحكم جملة. أما خطابنا اليوم في المجال هذا فيسود فيه الحكم جملة مع الأسف، والحكم جملة يؤدي إلى الظلم والتفاصيل معينة على الإنصاف. أيضا مدرسة التواصل تمتاز بالتفسير المنطقي والمركب للتاريخ الإسلامي، فهي لا تفسره تفسيرا أديولوجيا مذهبيا محضا كما نجده عند بعض المدارس السنية اليوم التي اتخذت من مهاجمة الشيعة مهنة لها. مثلا لا يفسرون دخول المغول بغداد على أنه مجرد مؤامرة شيعية، وإنما يعرفون أنه في أسباب كثيرة، خلافة عباسية تعبانة ومتواطئة، وفي حتى في السنة كانوا أيضا متواطئين مع المغول في جاءوا من الموصل، وفيها مشاكل كثيرة، وفي مشاكل داخلية في المجتمع نفسه، وفي أمور كثيرة يعني عوامل كثيرة. لا ينبغي أن يفسر التاريخ بأنه مجرد انعكاس لرؤى أيديولوجية. الأيديولوجيا محرك من محركات التاريخ لكنها ليست كل شيء، هنالك الأطماع الشخصية وهنالك الحوافز الاقتصادية وهنالك العوامل العرقية، الحساسيات الصراعات العرقية بين الشعوب الإسلامية موجودة كثيرة، بين العرب والفرس وبين العرب والترك وبين الترك والفرس وبين غيرهم، وهنالك صراع بين الأغنياء والفقراء، وهنالك أمور كثيرة. الظاهرة الاجتماعية والظاهرة التاريخية عموما تحتاج أن تفسر تفسيرا تركيبيا لا أن تفسر بعامل واحد. هذا لا يعني أن المذهب ليس له دور، ولكن يعني أن المذهب هو مجرد عامل من عوامل محركة، الأيديولوجيا عامل من عوامل المحركة. أما مدرسة القطيعة فمن سماتها استسهال التكفير دون العذر بجهل أو تأول،
بما هي مدرسة تمتاز بالتعميم والخلط بين المدارس داخل الطوائف الأخرى. ابن تيمية رحمه الله إذا هاجم الإسماعيلية تجده يهاجم الإمامية بأمور عند الإسماعيلية، والإسماعيلية بأمور عند الإمامية، ويهاجم الإسماعيلية والإمامية بأمور عند الدروز أو عند العلويين في فتواه الطويلة حول العلويين والدروز. فهنالك نوع من الخلط بالتعميم بين المدارس، والإنصاف يقتضي التفصيل. العنف الفكري والميل إلى الجدل وتسجيل المواقف، هذه أيضا من سمات مدرسة القطيعة في الثقافة السنية، والمدرسة القطيعة في الثقافة الشيعية طبعا. رغم أن القرآن الكريم يعلمنا أن مجرد تسجيل موقف ليس كافيا. أنت إذا أردت أن تغير منكرا، سواء كان بدعة منكرا فكريا كالبدعة أو منكرا عمليا كالمعصية، فإن فعلك يهدف إلى تحقيق غايتين ذكرهم الله عز وجل على لسان أهل القرية التي كانت حاضرة البحر. ماذا قالوا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأنت أولا تعذر نفسك أمام الله عز وجل، تقوم بمسؤولية، تبرئ نفسك أمام الله عز وجل، أيضا تسعى إلى إصلاح الانحراف الموجود. لكن ما نجده اليوم عند بعض الناس هو مجرد تسهيل موقف، يعني كأنه يريد يبرئ نفسه، يبرئ ضميره ولا يهم تغير المنكر أم لم يتغير. هذا ليس هو المنهج القرآني. إذا أردت أن تغير شيئا فتحتاج أن تغيره. يعني أن تنزيلا على قضية السنة والشيعة، أنا أعتقد أن منهج الاكتساب ينبغي أن يكون هو المنهج السائد في تعاملنا مع الشيعة وفي تعاملهم معنا، لا أن يكون منهج المغالبة هو السائد. منهج الاكتساب قائم على أساس الحسنى والحكمة وبيان الحق والدلالة على الطريق، ومنهج المغالبة قائم على العنف وعلى تسهيل المواقف وعلى الجدل. تمتاز مدرسة القطيعة بالتفسير التأمري والمذهبي للتاريخ الإسلامي مع الأسف، ابتداء من عبد الله بن سبأ، وأن التشيع كله مجرد مؤامرة فارسية يهودية أسسها عبد الله بن سبأ، وهذه خرافات، كلام ما عندها أصل. عبد الله بن سبأ، أنا بحثت في الخلافات السياسية بين الصحابة 7 سنين لكتابة الكتيب الخلافات السياسية بين الصحابة، وبحثت في كتب الحديث والتاريخ، واستشرت متخصصين في الحديث وطلبت عونهم. أريد حديثا واحدا عن دور عبد الله بن سبأ في الفتنة، ولا أحد منهم استطاع أن يوفر لي نصا واحدا صحيح السند. لا أتحدث عن روايات تاريخية وكلام أبي مخنف وكلام سيف بن عمر في الطبري وكلام المؤرخين، لا أريد نصا تاريخيا، نصا صحيحا واحدا. عندنا آلاف الحديث حول الفتن وحول مواقع، ما وجدت ولا نصا واحد. هنالك نص واحد صححه الألباني فيه اسم ابن سبأ، لكنه ليس فيه دور لابن سبأ في الفتنة. فهذه الأمور يعني الخرافية لا ينبغي أن نؤسس عليها مفاصلة في المعتقد وبراءة وتقسيم الأمة إلى فسطاطين. يعني هذا أمر ما لا يصلح أن يقام على أمور لا يوجد فيها ولا حتى حديث أحد واحد صحيح. من التفسير المذهبي للتاريخ، وهذا أمر تفسير التأمري للتاريخ، وهذا أمر أتتبعه الآن في رسالتي للدكتوراه بجامعة تكساس، وعنوان الرسالة أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية الشيعية، هو ما يتهم به بعض المؤرخين السلفيين المعاصرين الشيعة بأنهم كانوا متحالفين مع الصليبيين طيلة الفترة الصليبية، وهذا من أبعد ما يكون عن الحقيقة وتعميم خاطئ تماما. وقد أتيح لي تتبع التفاصيل في هذا المجال، فوجدت أن من الشيعة من ضحى وقاتل الصليبيين، ومنهم من تحالف معهم، ومنهم من وقف موقفا سلبيا، ومن السنة من فعل كذلك. فالذين قاوموا من السنة أكثر، والذين تواطؤوا مع الصليبيين وتحالفوا معهم من السنة أكثر، لأن السنة أكثر طبعا من حيث الكم. ولا توجد مدينة تاريخيا، لا توجد مدينة خلال قرنين من الحروب الصليبية صمدت ضد الصليبيين أكثر من مدينة طرابلس في لبنان، حصرت 8 سنين حصار،
وقيادتها هي قيادة شيعية، هي كانت فيها دولة بني عمار. القاضي فخر الملك بن عمار كان شيعيا إماميا، هو الذي يقود دولة بني عمار في طرابلس. حوصر 8 سنين، ولما اضطر إلى النجدة لم يطلب النجدة من مصر، من الفاطميين، رغم أنهم أقرب جغرافيا، وإنما ذهب إلى بغداد بنفسه يطلب النجدة عند الخليفة العباسي وعند السلطان السلجوقي السنة. فليس صحيحا أنه كان هنالك سني مقاوم وشيعي خائن في الحروب الصليبية، وإنما كان هنالك أنانية سياسية عند بعض القادة سنة وشيعة جرتهم إلى التواطؤ مع العدو، وكان هنالك شرف ونبل وإيمان عند الكثيرين من الطرفين قادهم إلى القتال وإلى التضحية. والعاضد وهو آخر خلفاء الفاطميين ضرب مثلا جميلا في التضحية، لأنه لما خاف على مصر من الصليبيين طلب العون، استشار مستشاريه في طلب العون من نور الدين زنجي في الشام، فقالوا له إذا جاء زنجي إلى مصر فسيأخذها منك، هذه ستكون نهاية الفاطميين. فقال فليكن لينقذ مصر من الصليبيين، ولتكن مصر في يدي، أحب إلي من أن تسقط في يدي الصليبيين. لا تسقط مصر في يدي الفرنجة، وليكن هذا نهاية أنا ونهاية الفاطميين. كان تضحية كانت عجيبة، يعني من العاضد الذي يشتم اليوم في بعض الأدبيات على أنه كان متواطئا مع الصليبيين، هذه حقيقة ليست حقائق. فنحن نحتاج إلى أن نبني ثقافة التواصل على أساس الحقائق. هنالك طعن في الظهر، وهنالك خلافات، وهنالك اقتتال وقع بين الطائفتين في الماضي في بعض المدن، ليس في ذلك شك. وابن بطوطة يتحدث عن أصفهان أنه وجدها أطلالا دمرت بسبب الصراع بين السنة والشيعة، وما في شك أن هنالك بعض المشاكل وقعت ودماء سالت، لكن هذا قليل جدا مقارنة مع تعايش الطائفتين وبالذات الشيعة الإمامية مع السنة. الإسماعيلية كان يوجد دائما بين علماء السنة من يكفرهم، وكان التعايش معهم أصعب، مع ذلك تعايش معهم السنة في مصر. الخليفة الفاطمية كان وزراؤها سنة، كثير من وزرائها، ابن السلار كان من وزرائها وهو سني، وكان من وزرائها شيعة إمامية أيضا. فلا تجد يعني القطيعة التي نجدها اليوم. ومن الطرائف أن أحد الشعراء والفقهاء السنة وهو عمارة اليمني كان فقيها شافعيا، وهو في الأصل من أهل الزبيد، ولديه كتاب في تاريخ الزبيد، ولديه كتاب في الفرائض في الميراث أحكام المواريث الفقه الشافعي. وهاجر إلى مصر وأصبح مقربا من حكام الدولة الفاطمية، وأغدقوا عليه كثيرا وأحبهم كثيرا ومدحهم بأحسن أشعاره، ولديه ديوان يوجد اليوم مخطوط في المكتبة الملكية في بلجيكا، عندي منه صورة. ومما يمدح به الخليفة الخلفاء الفاطميين يقول وزرت ملوك النيل أرتاد نيلهم فأحمد مرتادي وأخصب مرتعي، مذاهبهم في الجود مذهب سنة وإن خالفوني في اعتقاد التشيع. ولما سقطت الدولة الفاطمية رثاها رثاء مرا في قصيدة قال عنها عدد من المؤرخين إنها أبلغ ما قيل في رثاء الدول، ويقول فيها عمارة اليمني يا لائمي في هوى، يا عاذلي في هوى أبناء فاطمة، لك الملامة إن قصرت في عذلي، بالله زر ساحة القصرين وابكي معي عليهما لا على صفين والجمل. طبعا انتهى الأمر بعمارة لشدة حبه للفاطميين إلى أنه قتله صلاح الدين الأيوبي، لأنه تآمر في محاولة انقلاب عسكري لطاح بصلاح الدين واسترداد الدولة الفاطمية، ولذلك قال عنه ابن الأثير أنه قتله هواه بالفاطميين وحبه للفاطميين يعني ووفاؤه لهم. عموما
لا، لم يكن لم يكن لم تكن القطيعة موجودة في تاريخنا الإسلامي بين السنة والشيعة. حتى أشد الشيعة بعدا عن أهل السنة مثل الإسماعيلية، كان يوجد لديهم وزراء سنة، وكان يعمل لديهم فقهاء سنة، وكان لديهم قضاة سنة كما تجسده الدولة الفاطمية في مصر. ونفس الشيء في العصر العباسي، كان هنالك وزراء عدة من الشيعة للخلفاء العباسيين وهم سنة، وكان هنالك سلاطين شيعة وهم البويهيون، كانوا مسيطرين على الدولة العباسية لمدة 90 عاما وهم شيعة رغم أن الخليفة سني. لم تكن القطيعة التي نعيشها اليوم، لم توجد أصلا في التاريخ الإسلامي هذه القطيعة، ولذلك نحتاج إلى أن نبحث عن جذورها في المصائب التي حلت بأمتنا في العصر الحديث. بل إن من غرائب التواصل أنك تجد في التاريخ الإسلامي أفذاذا من الحنابلة الذين هم شيعة أيضا، وهذا أمر لا يكاد يصدق، يعني لأنه الأصل أن الشيعة والحنابلة خلطة متفجرة لا تجتمع أصلا. مع ذلك وجد 3 في التاريخ الإسلامي: الفوطي هو من كبار علماء الأصول، هو حنبلي شيعي، ووجد الطوفي وهو مؤرخ حنبلي شيعي، ووجد ثالث لا أذكر اسمه الآن، الطوسي. طبعا هذه من الطرائف، أنه الطوسي وهو يعتبر الشيخ، وهو يسمى في عند الشيعة الشيخ أو شيخ الطائفة لعظم مكانته في الشيعة. مع ذلك كان من كبار علماء المذهب الشافعي، حتى إن السبكي ترجم له في طبقات الشافعية، ترجم للطوسي كعالم من علماء الشافعي، لأنه درس الفقه الشافعي على علماء شافعية فترة طويلة. الأستاذ البابطين في كتابه عن ميراث الأزمنة الصعبة أيام الحنابلة في بغداد، يذكر 3 من الحنابلة الذين كانوا متشيعين، منهم المؤرخ عبد الرزاق بن الفوطي. رجعت الآن إلى كلامي، فقال: ترك فيه الشيعة الإمامية آثارا عميقة كادت أن تقتل فيه حنبليته وتلحقه بهم. ومنهم أيضا النجم سليمان عبد القوي الطوفي البغدادي، انتهى به تأثره بالفكر الشيعي إلى التصريح علانية بأنه رافضي، فكان يقول بيت من الشعر، يعني نكتة، فيقول: أشعري حنبلي رافضي، هذه إحدى العبر. فلم أنها إحدى العبر. يعني الشاهد الذي نريد أن نقول إنه كان هنالك تواصل، كان هنالك تدارس، كان هنالك مشاركة في الفكر، مشاركة في الفقه، مشاركة في الإحساس بالمصير المشترك، مشاركة في الإحساس بالانتماء إلى أمة واحدة رغم كل المرارات الخلافات المذهبية وغيرها. ولذلك هذه النظرة الحدية التي جاءت اليوم هي مشكلة، يعني تحتاج إلى بحث في جذورها التاريخية. وإذا بحثنا فيها، يعني باختصار أنا أقول إنه المشكلة المعاصرة القطيعة الموجودة اليوم بين السنة والشيعة هي إلى حد كبير لها أسباب سياسية وأسباب ثقافية أكثر من أن تكون مجرد الخلاف في الأفكار القديمة. وهذه القطيعة بدأت مع بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 81، حينما تجيشت جيوش من الأقلام ممن فعلوا ذلك طمعا، وممن فعلوا ذلك غفلة. ولنتذكر قولة المؤرخ اليمني الهمداني: إن أتباع الملوك الصنفان طماع ومغفلون. فهنالك من جند طمعا، وهنالك من جند غفلة للبحث والتنقيب في التراث الشيعي عن أسوأ ما فيه، سواء كان صحيحا أم سقيما أم موضوعا، ونشره على الملأ نشر الفضائح على أنه هو الذي يمثل الشيعة، كان تحريف القرآن وأمور كثيرة غير. ثم أيضا التنقيب عن أسوأ ما في الثقافة الفارسية، وكنت تجد في على شاطئ المحيط الأطلسي في شوارع نواكشوط عندنا في موريتانيا، في الشوارع الموت للفرس المجوس،
هناك على 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 الضفاف المحيط الأطلسي. فأمر عجيب يعني، كان هنالك تجيش طبعا وراءه أجهزة تدرك كيف تخطط ثقافيا، تدرك كيف تحرك هذه الشعوب. ونحن كما قال الأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه، قال إن الغربيين يطبقون على المسلمين الشعوب المسلمة اليوم لعبة الثور الأسباني، الثور الذي تحرك له القماشة الحمراء ويظل يصارعها حتى تخور قواه ويضعف، فهم يحركون لنا قماشة حمراء ونحن تخور قوانا في حرب، في حروب وهمية لا تغني لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لنا ديننا ومصالحنا. هذه القطيعة مع الأسف بدأت، عززتها وجود القومية على الطرفين، قومية فارسية والقومية العربية. ولا ننسى أن عدنان خير الله وهو خال صدام حسين ومربيه وأبو زوجته، هو مؤلف كتيب بعنوان ثلاثة ما كان لله أن يخلقهم، الفرس والذباب واليهود. كتيب بالعنوان هذا، يعني طبعا هنالك مشكلات، نحن نعرف الأمور تحتاج إلى دراسة يعني متأنية، تحتاج إلى البحث في جذور تاريخية. هنالك حساسية ثقافية وعرقية بين العرب والفرس قديمة وبين الشعوب الإسلامية، الشعوب الإسلامية الكبرى التي كان لها تأثير على المسرح التاريخي، وخصوصا العرب والفرس والترك. فلكل منهم نظرته إلى الآخر، ولكل منهم حساسيته، وبينهم التواصل كثيف، وبينهم أيضا بعض من الحساسيات تجده في الشعر في العصر العباسي، تجده في الشعر الفارسي في الشاهنامة للفردوسي. الفردوسي في الشاهنامة، وهي تعتبر ملحمة الأدب الفارسي، حوالي 6000 بيت من الشعر. والفردوسي بالمناسبة سني، وقد عاش في بلاط محمود الغزنوي، سني تركي سلجوقي متعصب لسنيته. ومع ذلك فإن الفردوسي لما يتحدث عن الفتح الإسلامي لبلاد فارس يشتم العرب ويقول إنهم يعني كانوا منشغلين بركوب بأكل الضب وشرب حليب النوق، ثم بعد ذلك أرادوا أن اغتروا فطمعوا في صولجان ملوك فارس، فتعسن لك أيها الزمن الدوار، كلام من هذا المعنى يعني. ونفس الشيء، وأنا كتبت مقالا عن هذا موجود على موقع الجزيرة نت بعنوان العرب وإيران إشكالية تعريف العدو، ممكن أن تنظروا في تفاصيل أكثر في هذا. نفس الشيء، نفس الصور النمطية، حتى نفس المجازات تجدها في الشعر الذي كتبه شعراء فرس باللغة العربية في العصر العباسي. تجد المتوكلي مثلا، إبراهيم المتوكلي يقول أنا ابن الأكارم من نسل الجم، وحائز إرث ملوك العجم، وحامل أوتارهم وطالب أوتارهم جهرة، فمن نام عن حقهم لم أنم، فعودوا إلى أرضكم بالحجاز لأكل الضباب ورعي الغنم. وكثير يعني، بشار بن بورد، أبو نواس، كله موجود. هذا هذه حقيقة، هذه ظاهرة ثقافية ألفت عنها إحدى الكاتبات الأمريكيات كتابا منذ أعوام، ترجم إلى اللغة العربية وعنوانه صورة العرب في الأدب الفارسي الحديث. أما نحن الآن طبعا نتحدث عن الأدب الفارسي القديم. بشار بن بورد، عاش الشقي على رسم يسائله، وعشت أسأل عن خمارة البلد، يبكي على طلل الماضين من أسد، لا در درك قل لي من بنو أسدي، ومن تميم ومن قيس ولفهما، ليس الأعاريب عند الله من أحد، لا در در الذي يبكي على حجر، ولا صبى قلب من يصبو إلى وتدي. فتشوف الرموز الثقافية العربية، الوتد والبكاء على الأطلال، وهذا يسخر منها. وطبعا هنالك نظرة دونية للعرب في جوانب من الثقافة الفارسية، وليس في كل الثقافة الفارسية. تجد العكس أيضا في الثقافة الفارسية عند عمر الخيام وعند شعراء كبار حقيقة يحبون العرب ويثنون عليهم كثيرا. كما تجد نفس الشيء في الثقافة العربية، وأنا تبعت بعضا من هذا في بعض كتب الأدب مثل العقد الفريد لابن عبد ربه، ومثل أدب الكاتب ابن قتيبة، والكامل للمبرد. تجد قصصا طريفة من الاستهزاء بالفرس في شكل نكتة وفي شكل أبيات وفي شكل أمور كثيرة. وأحدهم يروي عن رجل من قريش أنه كان إذا مرت به جنازة
سأل فإن قيل من قريش قال وبلوته، وإن قيل من العرب قال ومصيبته، وإن قيل من العجم قال اللهم هم عبادك تأخذ منهم من تشاء وتدع من تشاء. فهنالك أمور يعني حقيقة امتاز علينا الغربيون اليوم في الدراسات الإنسانية، وأنا لاحظت هذا في الجامعات الأمريكية خصوصا، امتازوا علينا كثيرا بالقدرة على تفكيك جوانب التحيز في ثقافتهم. نحن لا نزال لسنا قادرين على نستبطن هذا التحيز بطريقة لا شعورية، ونأخذه ونشتم الآخرين وكأننا لا نقول شيء يعني. أما الغربيون حقيقة أبدعوا في هذا إبداعا. فقضية الصور النمطية يعني perceptions and stereotypes الآن من أكبر جوانب العلوم الإنسانية وأكثرها دراسة في الجامعات الأمريكية، كيف ينظر الأبيض للأسود وكيف الأبيض للأسود للأبيض، والتحيز بين المهاجرين وبين المهاجرين الجدد، بين الكاثوليك وبين البروتستانت، بين اللي أصولهم أيرلندية والألمانية وغيرها إلى آخره. لا تزال ثقافتنا فقيرة في مجال دراسات التحيز. ولي طبعا الدكتور رحمة الله عليه عبد الوهاب المسيري كتاب جميل على إشكالية التحيز، لكنه كتاب نظرية تحتاج إلى تطبيق على الثقافة العربية، على الثقافة الفارسية، على الثقافة التركية، على ثقافة الشعوب الإسلامية المختلفة، لأن المسألة ليست مجرد خلاف في المذهب. يوجد العربي المسيحي مع العربي المسلم عايشين، يعني المسألة ليست خلاف بالعقائد. يعني أنت لماذا كيف تتعايش مع من ينسب لله تعالى الولد ولا تتعايش مع من ينكر مثلا خلافة أبي بكر وعمر؟ ما مستحيل هذا. المسألة ليست مجرد خلاف نزيه في الأفكار، المسألة هي جوانب سياسية، استغلال بشع، الاستراتيجية الدولية، تخلف في مجال الدراسات الإنسانية، استبطان للتحيز بطريقة لا شعورية، أمور كثيرة تحتاج إلى أن نشتغل عليها معا. والله تعالى أعلم، وعذرا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. التاريخيه نعم تكتمل الصوره قبل ان تسميه القوى الشيعة، لكن مثلا من يقول ان اصل التشيع الفارسي، هل اصل الظاهره العربيه انتقلت لفارس؟ في لا احتجل الاشاره في قصه تكتمل الصوره الليله النشاه الاولى للتشيع. الحقيقه التشيع، وهذا يتفق عليه علماء المتخصصون في التشيع حتى المستشرقون، ومنهم مستشرق ألماني كبير متخصص في هذا. الحقيقة أن التشيع هو ظاهرة عربية في الأصل يمنية، ظاهرة عربية يمنية بالذات. ولذلك أول ما ظهر التشيع كتنظيم سياسي اجتماعي ظهر في القبائل اليمنية التي هاجرت إلى الكوفة. ظهر في الكوفة صحيح، لكن ليس لم يكن على أيدي الفرس ولا على أيدي عرب الحجاز، وإنما على أيدي قبائل اليمن الموجودة في العراق. وهذه نفس القبائل التي نقلت التشيع إلى أرض فارس، إلى خراسان، وهي نفس القبائل التي كانت العمود الفقري للثورة العباسية. حتى الثورة العباسية التي كان يسود إنها كانت ثورة فارسية، المؤرخون الآن مقتنعون أنها في حقيقة الأمر كانت ثورة عمادها هم العرب اليمنيون. لماذا العرب اليمنيون؟ هذا أمر يحتاج إلى تفسير. لماذا أهل اليمن بالذات وعرب من أصول اليمنية بالذات هم العمود الفقري، كانوا العمود الفقري للتشيع؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث. الفرس تشيعهم تشيع جديد وطارئ. أغلب الفرس تاريخيا لم يكونوا شيعة، حتى الذين منهم كانوا يكرهون العرب ويشتمونهم في أشعارهم مثل البشار ومثل المتوكل، هؤلاء ليسوا شيعة، هؤلاء نظريا سنة. وأقول نظريا طبعا لأنه ما أدري بشار يسميه واحد سني أصلا ولا شيء. حتى اليوم سنة إيران اليوم هم فرس وأكراد، يعني الفرس اليوم في إيران كثير من السنة، سنة إيران اليوم هم فرس من ناحية العرقية. التشيع تحول ثقل التشيع إلى إيران حقيقة على أيدي أسرة تركية، وهي الأسرة الصفوية.
وهم ليسوا فرس اصلا، وانما هم اتراك اصلا. الصفويون اصلا اتراك، واولاد شيخ صوفيه تركي طموح تحول من التصوف الى شبه حركه دينيه سياسيه، مثل حركه المرابطين او مثل حركه طالبان، وتحركت الحركه وتحولت الى دوله. ايران تحولت شيعيه رسميا عام 1514، يعني منذ 5 قرون فقط. اما ما قبل ذلك كله فان ايران كانت اغلبها، كان اغلب سكانها شيعة، يوجد فيها كان اغلب سكانها سنة، والفرس بالذات كعرق كانوا اغلب في اغلب تاريخهم سنة. وجد في ايران تشيع لكنه كان عند العرب. الاسماعيلية مثلا المعروفين تاريخيا باسم الحشاشين، وكانوا في قلعة ألموت، اسسوا دولة هناك استمرت حوالي 300 سنة. هؤلاء يقودهم عرب يمنيون، الحسن بن الصباح يمني هو، نعم، أشهر قادتهم الحسن بن الصباح يمني، قائدهم في سنان المعروف بشيخ الجبل في سوريا أيضا هو عربي من أصول يمنية. فهنالك خلط كبير، ولكن مع الأسف بسبب الأيديولوجيات القومية التي ظهرت في العصر الحديث أصبح التشيع يفسر تفسيرا عرقيا، وهو ليس ظاهرة عرقية، هي اختيارات فكرية ومذهبية لها، توجد فيها مؤثرات من ثقافات قديمة ما في ذلك الشك، وتوجد فيها مؤثرات من واقع التاريخ الإسلامي ومراراته وحروبه وصراعاته الدموية حول السلطة، وتوجد فيها نزعة الحزن والبكاء على البيت، ولكن كل هذا ليس فارسيا بطبيعته، وإنما هو يوجد عند الشعوب الإسلامية أخرى. والتشيع له تأثير كبير على الأتراك، ولذلك دولة أذربيجان اليوم 70% منها شيعة، وهي شعب التركي، بل إن إيران يوجد فيها كم حوالي 30% تقريبا هم من أصول تركية أذربيجانية وهم شيعة. وفي تركيا نفسها العلويون في تركيا حوالي 20% من السكان وهم أتراك. فلا ينبغي أن نفصل المسألة تفصيلا سياسيا ولا عرقيا، هذه روح دينية، اختيارات أيديولوجية وفكرية ساحت في الأمة حتى أنها كادت تسيطر تغطي على الأمة كلها في القرن العاشر الهجري، الرابع والخامس الميلادي. ولذلك كما قلت يعني لوي ماسينيون قال إن القرن العاشر الهجري يسميه القرن الإسماعيلي، يقول له ذي إسماعيلي سيكل، القرن الإسماعيلي. فهذه النزعة يعني انداحت على العالم الإسلامي كله، ثم بعد ذلك انطوت وهاجرت من بلاد العرب إلى بلاد، انتقل ثقلها من بلاد العرب إلى بلاد الفرس فقط مع القرن 13 و14 الميلادي، 8 و9 الهجري. ولذلك أنا من النظريات التي بنيت عليها رسالتي هي أن الحروب الصليبية كانت من الأسباب غير المباشرة في انتقال ثقل التشيع من أرض العرب إلى أرض الفرس، لأن التشيع فقد مصر وفقد دويلات أخرى صغيرة في الشام مثل دولة بني عمار، وحتى بقايا التشيع في حلب وفي دمشق، كانوا أغلبية في حلب وفي دمشق أيام الحروب الصليبية كانوا شيعة، كما قال ابن جبير وهو شاهد عياني ولذلك في رحلتي. لأن الأتراك السلاجقة لعبوا الدور الأكبر في مقاومة الحروب الصليبية، وهم سنة متشددون في سنيتهم، مسحوا الأرض بالتشيع، فهذا الضغط على التشيع على ضفاف المتوسط جعله ينتقل بثقله شرقا إلى بلاد الفرس. هذه من النظريات الأساسية التي حاولت أحاول البرهن عليها في الرسالة، والله تعالى أعلم.